تشكل لك الخام. ده يبقى تصنيع. لو جالك الشيت ده متشكل جاهز وتبتدي تجمع الشيتات مع بعضها تعمل البود الخارجي وبعدين تركب المكونات الداخليه، لما هتبص على الخط هتفهمه احنا فاحنا مصنع لتجميع التكييف، وده يعني دي صناعه كبيره، يعني مش ضروري تبقى عامل المكونات الداخليه دي، يبقى ليها شركات متخصصه لانتاجها. هو انا عندي مصنعين طبعا التكييف. انت هنا جزء من العمل بيتم بعمالتك انت المصريه بتكاليف التشغيل اللي خاصه بيك هنا، ممكن تكون اقل كتير من بره. طب بالنسبه لامكانيات التكييف دوت مقاربه مثلا للشركات المنافسه او التكييفات اللي لا تطهير ما كانتش تزيد عليه، يعني ممكن تكون اعلى، مش يعني دي اعلى من الشركات الثانيه؟ يعني هنقدر نقول ولا تقريبا نفس المستوى؟ ما كانتش تزيد لم تقل. بس انا لاحظت جزئيه ان هو برضه شويه غالي. اجهزه التكييف في مصر دلوقتي هو الجهاز بتاعها. الاجهزه اللي موجوده اسال هي موجوده مثلا يونيون اير ارخص. اسال هل هو موجود ولا لا؟ هو بيعرض اسعار بدون ما يعرض سلع. احنا لا بنعرض السلعه والسعر. الواحد ونص ب 4600؟ الواحد ونص 4600 ده اللي هو البارد. ده اللي هو المتوفر لا اللي هو برضه كان في بارد ساخن 4900 موجود برضه. ممكن حضرتك وفي 2 وربع بارد ال 1 ونص 4600 بارد؟ وفي 1 ونص بارد ساخن 4900 ال 2 وربع 6300 اللي هو البارد. البارد البارد ساخن 6600 ده ال 2 وربع صح؟ تمام 6600 بل الميديا الالكترونيه يعني على لا هو تساوي شبكات التواصل. طبعا تساوي شبكات التواصل الاجتماعي وعليه طلب، يعني احنا بنعاني دلوقتي من ناس كتيره بنحاول نغطي يعني انتوا بتحاولوا تغطوا الطلب اللي موجود الطلب الموجود بيشتغل قد ايه بقى؟ كام ورديه؟ احنا شغالين ورديه واحده الحقيقه. لكن طبعا ان شاء الله برضه مخطط باذن الله مع زياده الطلب، يعني نتيجه زياده الطلب هنحاول باذن الله يبقى فيه تصور ورديات اضافيه ان شاء الله. هي ومسؤوله عن الضمان. يعني خدمة ما بعد الشركة اسمها ايه طيب؟ أو ضمان أو وكيلها ايه مثلا؟ باور تكس. باور تكس زي شركة باور؟ لا 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 شركة تانية اسمها باور. في شركة تكييف برضه اسمها باور. لا دي باور تكس. لا لا دي باور تكس. يتم التركيب من 75 سنه مصنع 360 يعني انتاج مصنع 360 الحربي التسويق يمشي. اصل في شركات ما لهاش علاقه بالضمان بقى شركه او وكيل بيقول لك احنا مثلا خلاص اتعامل مثلا زي ما شركه مثلا بي تك مش عارف شنو انا اقصد ما حدش بيجي هنا يقول لهم مثلا المنتج مثلا باظ مثلا او عايزين يصلحوا ولا حاجه يقول لك ما لهاش علاقه بيه. الراجل الضمان حاجه مثلا هو حاجه لو تشيلها روح تشيلها يعني هي حاجه مثلا ملهاش علاقه يعني هي ما بتسواش لا روح مثلا يقول ايه مثلا لا هو طبعا احنا مصنعين للجهاز كمستهلكين يعني خدمه ما بعد البيع بالضمان هنا حضرتك جينا فعلا للشركه فهي المسؤوله مسؤوليه تامه بس برضه طريقه تبع مصنع التكييف عن طريق مؤسسه المعرض بتاعتك بتبيع فيها برضه المعرض بتاعتك بتبيع بنفس السعر اللي لا تقبل غير نسبة جودة 100% أعلى مستوى الجودة اللي ممكن تتحقق لأي صناعة. هنا المصنع هنا ما بيشتغلش أي حاجة عسكرية. لا لينا منتجات عسكرية. لينا منتجات إنتاج الحرب. عدم رفع أي أسعار. مفيش اي حاجه اتاثرت خلال الفتره اللي فاتت من موضوع العمله او كلام من ده نهائي، يعني التعليمات صريحه الحفاظ على مستوى الاسعار ثابت ان ما كانش كمان مع امكانيه التخفيض يعني بحث الامكانيات ان احنا نخفض مع ثبات الاسعار.
يعني اللي خلينا في ثبات الاسعار دي التوجيه يعني فعلا جاي والمحافظة على الجودة، يعني ارتفاع مستوى الجودة كما هو او رفع كمان باستمرار مستوى الجودة مع المحافظة على ثبات السعر.